رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد، يا رب تستفيدوا. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وخلونا نوصل الفيديو لألف لايك. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صاحبة القصة: أنا نوف، عمري 31 سنة، جمالي وسط، أطولي حلو وجسمي يهبل وملامح وجهي حلوة، لكن مشكلتي سمرة شوي وشعري جاف، ما هو خشن لكن لازم استشوار وكريمات وقصات علشان يزين. زوجي خالد 37 سنة، ما شاء الله جميل وطول ورز يهبل ما شاء الله. متزوجة من 7 سنين، عندي ولدين وأمورنا زينة، وبداية زواجنا حبيت أهل زوجي وحبوني، وصرنا دايم مع بعض، وخصوصا أخته تهاني قريبة من عمري، صرنا أكثر من خوات، ونروح الأسواق مع بعض والمشاغل مع بعض. وقل لها أمنية حياتي شعري يصير ناعم، تعبت من الاستشوار وهي تقول احمد ربك إنك طويلة ما إنك مثلي قصيرة، تعبت من الكعب ألبسه في كل مكان. ومشت الأيام وتهاني تزوجت وانشغلت وتغيرت علي، وصارت ترمي علي كلام وأنا أرد طبعا لأني عصبية أصلا. وفي مرة قالت احمد ربك أخوي صابر عليك وهو يتصبح بهذا الشوشة كل يوم، وقلت وانت احمد ربك رجالك ما طلقك بعد ما فسخت الكعب وشاف طولك. أنا قلتها ولا ما قلتها بغت تموت، وكبرت بيننا وصارت قطيعة بيننا 7 شهور ما نسلم على بعض، إلى أن جاء رمضان وصالحتنا أم زوجي وتصالحنا، ومع الوقت رجعنا زي أول وأحلى. ومرت 3 سنين وكان عندي صديقة قديمة من أيام المتوسط اسمها هدى، طلقت وهي اللي خلعت زوجها لأنه كان رافض إنها تسوق أول ما سمحوا بالسواقة للحريم، وكنت أقول لها أصبري سنة وبيتغير وبيشوف الحريم يسوقون في كل مكان وبيوافق. قالت أنا أصلا كارهته، كارها أسلوبه من زمان، إنسان معقد وشكاك، وخلعته وعاشت حياتها بالطول والعرض، سفر وتمشيات وعمليات تجميل. وزوجي ما يحب إني أجيب سيرتها، يقول أحس إنها إنسانة متمردة، لكن من كم شهر زوجي ما يزعل إذا جبت سيرتها ويركز معي، وأحيانا يستفسر ويجاريني بالكلام عنها. وفي مرة اتصل علي قال طلعت صديقتك ولا باقي عندكم؟ قلت باقي ما طلعت، لكن تعال أنت ونام في غرفتك يمكن تطول عندنا. قال لا عندي شغلة بخلصها واجيكم. وبعد ما طلعت ب5 دقايق دخل علينا قال متى راحت صديقتك؟ قلت توها طالع. وبعدها ب2 أسبوع تكرر نفس الموضوع، وحسيت انه في شيء والموضوع ما هو طبيعي، حسيت انه كان واقف برا عشان يشوفها وهي طالعة من عندي، وما بينت له اني شكيت في شيء، وقلت لازم اشوف جواله لكن انا ما اعرف الباسورد، وهو يفتح ببصمة الوجه وما يحط الرقم الا اذا انتهى الشحن وطفى نهائي، فكنت أفصله من الشاحن إلى أن يطفو، إذا شحن وحط الرقم أحاول أشوفه لكن كان يكتب بسرعة ما قدرت. لقيت فكرة إني أصور فيديو بجوالي وهو يحط الباسورد، وأخذ مني الموضوع هذا 9 أيام إلى أن عرفت الرقم، واستغليت إنه راح يتوضى وفتحته، حطيت بصمة وجهي ورجعته مكانه. ولما جاء الليل وتأكدت إنه في نوم عميق أخذت الجوال، وهنا كانت صدمة عمري، صدق ما أدري كيف سيطرت على أعصابي. في البداية فتشت في المحادثات ما لقيت شيء، ورحت المكالمات ما لقيت أرقام غريبة، لكن لاحظت مكالمات مع أخته تهاني شبه يومي وكلها وقت الدوام، وشكيت إنه مغير الاسم لكن طلع هو رقم تهاني واسمها. ورجعت للمحادثات بينها وبينه، هنا كانت الصدمة الأولى اللي مستحيل تخطر على بالي، اكتشفت إن تهاني تحاول فيه يتزوج من فترة طويلة، وهو كان يضحك معها ويقول مستحيل أنا مرتاح وش لي بوجع الراس. وبعدين بدت تقنعه في هدى صديقتي، تخيلوا الوقاحة اللي فيها، مصورتنا فيديو أنا وهدى وحنا نسولف بدون ما ندري وترسل له. وأذكر وقتها كانت هدى جاية من زواج وكلمتني قلت تعالي كملي سهرة معنا، زوجي عنده استلام وتهاني عندي خلينا نشوف الشياكة. وجدته كانت تأخذ العقل، جمال ومكياج وفستان وشعر طويل ناعم، وأنا أمدح وهي تدور وتستعرض، ما انتبهت إن الحقودة تصورنا وترسل لزوجي وكاتبة ما هو حرام هذا الجمال ما يكون عندك بدل هذه، وتضحك. ومرة ثانية مصورتنا وحنا نسولف وتصور شعر هدى ناعم وطويل وتصور شعري قصير، ورفعته بشباصة عشان ما هو مستشور، وكاتبة كنت تظن وخاب ظنك، وهو يضحك ابن الذين. وبعد ما شاف صور هدى أعجب فيها وفي جمالها، ودخلت الفكرة براسه وبدأ يلين، وكانت هذه الصدمة الثانية. قال لها شوفي هدى وش رايها، وهدى وافقت لكن حطت شروط كثيرة، وكانت هذه صدمتي الثالثة. حسيت إني بحلم، يا ربي أنا وين عايشة؟ وش هالبشر اللي حولي؟ ما فيهم واحد صادق معي، كلهم خونة. معقول 3 شهور والموية تمشي من تحتي وأنا ما أدري عن شيء؟ غافل لك الله، حسيت إني في حلم صدق، ماني قادرة أفكر. أرسلت جميع المحادثات لجوالي ورجعت كل شيء مكانه ورحت نمت، أو سويت نفسي نايمة والأفكار تطبخ في راسي، كيف أتصرف مع تهاني الحقيرة؟ أروح أفضحها عند أمها وأبوها وأعلمهم؟
ولا علم زوجها، وزوجي كيف انتقم منه؟ وهو ده الحيوان عادي عنده تخرب بيت صديقتها؟ افكار وافكار تدور في راسي، احس انه بينفجر. وهو قام ولبس بدلته وراح دوام ولا كأنه مسوي شيء. انا قمت وبديت اقرا محادثاتهم مرة ثانية بهدوء وتركيز، وبديت افكر بعقل وحكمة واقرا شروط هدى. تبي مهر كبير وما تبي حفلة، تبي قيمة الحفلة، ولا تبي واحد يتحكم فيها، وما تبغاني ادري عن زواجها، ولا تبي يعدل بينه وبينه. تقول عادي لو تجيني ليلتين في الاسبوع، وباقي الوقت خلك عن زوجتك وعيالك، وتبي تسافر معه كل فترة، وما يمنعها من السفر مع صديقاتها، ما يكون معقد، وتبيه يسكن عندها في بيتها هي وأمها، وكانت أخته الحقودة تزين له الجو، وإنك بتعيش مع ملكة جمال، وكل يتمناها، وهي ترفض العرسان أشكال والوان، وما وافقت إلا عليك أنت، ويا حظك بتقابل هالوجه اللي يفتح النفس، وتتمشى أنت وياها في كل مكان، وهو مبسوط وكأنه مخدر يوافق على أي شيء. وراح وقابل أخوها وخطبها منه لأنه أبوها متوفي، ويرسل لأخته لازم أخذ قرض كبير لأنه طالبة مهر كبير وقيمة الحفلة وشهر عسل. قالت عادي يا حبيبي خذ قرض ودلع نفسك، العمر بنعيشه مرة واحدة. واليوم الثاني أسولف أنا وياه، قلت عيادات التجميل الحين صارت أرخص من عيادات الأسنان، وصار الكل يحجز ويغير في خلقة ربي. قال في أحد تعرفين سواه؟ قلت إيه، كل صديقاتي وأولهم هدى، ما خلت شي ما سوته. صغرت خشمها ونفخت فمها وخدودها، ورفعت حواجبها وشفطت دهون من جنوبها، ونحتت خصرها، وغيره وغيره. كل شهر ولا شهرين تسوي شي، ويسوي نفسه مشغول بجواله، يقول تلقينا تروع من كثر العمليات. قلت بالعكس تهبل، كأنه واحدة من هالمذيعات، وأنا ما أقدر أسبها لأنه شايف صورها وأشوفه يرسل بالجوال. ولما نام وفتحت الجوال لقيته كان يراسل أخته ويقول صحيح هدى مسوي عمليات تجميل؟ قالت لا طبعا، مين يقول؟ قال نوف تقول. قالت ما عليك منها، هذه من الغيرة. وبعدين هدى نسخة من أمها، بكرة بتشوفها هي وأمها وتتأكد. عرفت أني ما راح أقدر أتقدم خطوة وأخته متفرغة له توجهه وتساند وتقرب بينه وبين العروس. قلت أول شيء أدور شيء يشغلها علشان تلتهي في نفسها، وثانيا أتفرغ لعريس الغفلة وهو صديقة عمري. وزوجتي هاني موظف إداري في مستشفى، وكانت مشكلتها مع الغيرة من موظفات وتراقب جوالي يوميا، لكن هو محترم وفي دين وما ودي أضره ويعاقبني ربي. لقيت حل يشغلها عني وما يضر أحد. كانت في بنت جارتي أبوها متوفي ومقدمة على وظيفة في المستشفى اللي زوجتها هاني يشتغل فيه وما قبلوها. كلمتها أقنعها تروح مرة ثانية، قالت خلاص ما عندهم وظائف وأنا بكمل دراسة ومعاش أبوي مكفينا وزيادة الحمد لله. استمريت يومين أقنعها إنها تروح تقدم وتسأل عن موظف اسمه محمد وإنه طيب ومحترم ويحب يساعد. بعد ما وافقت قلت اسمعي، خذي معي شهادة وفاة أبوكي واطلبي هذا الموظف وتكلمي معه وقولي تكفى دور لي وظيفة وأنا محتاج وأبوي متوفي ومن هالكلام، وإذا قال لك ما عندنا وظائف قولي طيب عطني رقمك، وإذا فتحت تقديم أرسل لي تكفى وأنا برسل لك إذا سمعت إنه عندكم وظائف، لأني ما أقدر أجي مع أوبر كل مرة غالي علي، ولو تبكين بعد أحسن علشان يحن عليك. والحمد لله صار مثل ما خططنا، وأعطاها رقم ووعدها يساعدها. وبعد العشاء اتصلت على تهاني أخت زوجي أشوف وينها، قالت عند أمي. قلت بتطولين عنده؟ قالت لا ساعة وبرجع لأنه محمد في البيت لحاله. قلت في نفسي حلو هذا المطلوب، ورحت ركض لجارتي وقلت للبنت اتصلي علي وقولي أمي بيتكلمك لكن ما عندي رصيد، اتصلي علي أنت الله يجزاك خير. قلت للأم طولي بالكلام معه واشكريه واحكي عن وفاة زوجك، وفعلا البنت اتصلت وقالت أمي بيتكلمك لكن رصيدي بيخلص معلش اتصل أنت. قال ولا يهمك، واتصل والأم تشكره وهو يسأل عن أحوالهم وكم عنده أطفال وهل يجيهم ضمان ومن هالكلام. المهم المكالمة 9 دقائق، وبالنسبة لي هذا كافي لأني أعرف تهاني كل يوم تشوف الأرقام اللي اتصل عليهم زوجها وكم المدة وتبحث عنهم وعن أساميهم. وأنا رجعت بيتي وأسولف مع زوجي وأتكلم معه عن فضل الدعاء ولازم نحرص على الدعاء لأنفسنا وأطفالنا. قال وإنت وش تدعين؟ قلت دائما أدعي ربي أنه يحفظ لعائلتي من كل شر. قال وأنا وش تدعين لي؟ ويبتسم. قلت أدعي أن الله يحفظك لي من كل شر ويطول بعمرك على طاعته ويبعدك عن بنات الحرام. وضحك وقلت لكن في دعاء لي فترة وأنا أكرره، أقول يا رب من يتمنى يشوفني سعيدة أنك ترزق أضعاف ما يتمنى لي، ومن يتمنى لي الشر والحزن أنك تعطيه نفس ما يتمنى لي. والله يا بنات أنه تنح شوي كأنه خاف. وبعد ما نام أخذ جوالي ولقيته متصل مرتين على تهاني ولا ردت. قلت حلو بدت تنشغل عنا الحمد لله. واليوم الثاني قلت لزوجي بما أنه ما عندك دوام بكرة اتصل على خالتي إذا ما عنده شيء نروح نسمر عندها، وكلمها ويسولف معاها.
قالت أختك متهاوشة مع زوجها، تقول يكلم بنات، واليوم الصباح راحت المستشفى تراقبه من بعيد. قال بنتك هذه مريضة، الله يشفيها. زوجها أكثر إنسان محترم وفي دين، ومستحيل أصدقها لو تحلف على المصحف. قلت يا ربي عطني الجوال، وقلت سلام يا خالة كيف الحال. انصحي تهاني تفرش سجادتها وتدعي ربي يحفظ لها رجالها وبنتها، خصوصا بعد الوتر وعصر الجمعة. قالت وين تدعي؟ شوفيها رامية بنتها عندي من الصبح، وخذت عبايتي ونقابي علشان ما يعرفها، وتراقبه من بعيد، تقول بشوف مين الموظف اللي تكلمه ويكلمها. وانهينا المكالمة ورحت انوم اولادي، وسويت شاي وجبت مكسرات، وزوجي جالس في الصالة سرحان وسولف معه. قال إلا وش الدعاء اللي تقولينه؟ سويت نفسي ما فهمت، وقلت أدعي بالخير لي ولعائلتي والوالدين والأهل كلهم. قال لا، إلا اللي تقولين يعطي كل واحد على نيته. قلت إيه، هذا أكرر كل ليل، أقول يا رب من يتمنى يشوفني سعيد أتمنى ترزق أضعاف ما يتمنى لي، ومن يتمنى لي الشر والحزن إنك تعطيه نفس ما يتمنى لي. وسرح شوي وكأنه يقول اللي صار لتهاني هذه نيتها الشينة. وبعد شوي قال وش رايك نطلع نتعشى برا؟ قلت لا مالي خلق، وش رايك تجيب عشا ونتعشى في البيت أحسن. قال تمام وطلع، وأنا ناوي أتكلم في هدى وأمسح في كرامتها الأرض، وهذه فرصتي لأنه تهاني مشغولة عنه، وأخاف بعد يوم ولا يومين ترجع تركز معه، لكن لازم أشوف وحدة تتصل عليه قدام زوجي علشان أبدأ التمثيل، وما ودي أحد من أهلي يعرف. واخترت وحدة تعرفت عليها في النادي وكلمتها، قلت أبغاكي تتصلين علي بعد نص ساعة وأنا بتكلم في وحدة عشان زوجي يسمع. قالت ليكون بيخطبها، قلت تقريبا. قالت أجل ولا يهمك، سبيها إلى الصبح وأنا معك. وجاب العشاء وأنا رحب فيه واضحك وسالف معه، تونا أكلنا لقمتين واتصلت صديقتي، قلت هذه واحدة من شلتنا. قال خليها كملي عشاك. قلت لا لا، هذه من زمان ما اتصلت، بشوف وش عندها ورد سلام كيف الحال، وبعدين أعلي صوتي. إيش؟ متى؟ أنت متأكدة هدى صديقتي؟ وهو جالس يأكل أحس اللقمة نشبت في حلقه. ومين العريس يعني؟ ما علمت أحد باسمه؟ كيف تعلمكم كلكم وتقول لا تعلمون نوف؟ إيش معنى أنا؟ يلا بسلامتها. لا ولا يهمك، ما راح أقول إنك علمتيني، مع السلامة. وأرجع أجلس مع زوجي وهو جامد مكانه ووجهه مصفوق، وقول سبحان الله، صديقتي من 20 سنة وأسرارها وفضايحها كلها عندي، وما تخبي علي شيء، حتى الفضايح اللي ما تنقال، وخطوبتها ما تعلمني. وأكل لقمتين وأقول سدت نفسي، الله يسد نفسها. قال ما عليك منهم، تعشي وطفي جوالي. قلت بكلم صديقتنا المقربة واتصل مرة ثانية على أم بسام، وقلت مساء الخير كيفك؟ أم بسام تضحك وتقول أنا أتمرن، بحط الجوال على الطاولة وخذي راحتك. وبديت، قلت دريتي هدى انخطبت؟ لا ما علمتني، دريت من بعيد. يعني علمتكم كلكم؟ كيف؟ معقولة؟ إي، وين لقيتوا هذا؟ معاكم حق ما تصدقون، وين الخروف اللي يقبل بهذه الشروط؟ تذكرين شروطها كانت تقول أبغى واحد ما يسألني وين رايحة وين جاية، أسافر أي مكان ما يفتح فمه، يعطيني مهر دبل مهري وأنا بنت، ولا يقول لي أطبخي وغسلي، ولا عندي ضيوف، ولا استقبل أمي ولا أهلي. إيه تقول أبغى خروف يعطيني فلوس ويمشيني ويرجعني عند أمي لين أحمل، وأجيب منه طفل أو طفلين وأخلعه مثل اللي قبله. معقولة لقت واحد يوافق على هذه الشروط؟ يمكن إنها تكذب، تراها أكبر كذابة أعرفها. يعني أنت كلمتي أمها بنفسك وتأكدتي؟ لكن أنا اللي قاهرني إنها علمتكم، وأنا أقرب واحدة لها ما علمتني. على إيش أحسدها؟ أحسدها على عمليات التجميل ولا ماضيها اللي يفشل؟ إيه يا بنت الحلال أعلمك بعدين، الحين ما أقدر. يلا الله يهني سعيد بسعيدة، مع السلامة. وانهيت المكالمة وبدأت أشيل الأكل ورتب الصالة. قلت تخيل ما علمتني، تخاف إني أحسدها، استغفر الله، مريضة. قال وإنت وش بتسوين؟ قلت بسوي لها حظر، ولا عادة بيشوفها ولا أسمع صوتها. قال أحسن لك والله. وكملنا سهرتنا في الصالة ودخلنا ننام في الغرفة. بعدين قمت أتسحب بهدوء وأخذ جوالي وأطلع من الغرفة وأنا أدري إنه صاحي. رحت المجلس وقلت ألو كيف الحال، وطبعا أكلم نفسي. هو لحقني ووقف ورا الجدار يسمع إيش أقول. قلت أهلين، معلش ما قدرت أتكلم معك لين نام زوجي، ما أبي يسمع كلامي عن هدى. إيه يقول لك زوجها الأول جننته، تخيلي مانعها تروح مخيمات بعيدة وتروح تقول أنا عند نوف ولا عند أمي. مرة كلمتني قالت يا نوف تكفين، أخت زوجي شافتني في مقهى مع بنات مهسترات، ضحك وصوت عالي وهبال، وعلمت زوجي وقلت إني عندك، تكفين إذا أحد سألك قولي إيه كانت عندي وتوها طالع. تخيلي مرة مسافرة دبي مع صديقاتهم وفهمته إنها مع أمها وأخوها. المهم جلست ساعة أحكي عن مواقف هدى وكلها صدق وربي شاهد علي، لكن ما سمعني إلا ربي واللي يبي يتزوجها. وطلعت كل فضايحها وهو واقف يسمع، وأنا أشوف رجول في مراية الطاولة وهو ما يدري. خلصت المكالمة الوهمية بسلام، واليوم الثاني
ما عنده دوام، وطلع الساعة 10 وجاب فطور، وكان واضح انه مبسوط ومرتاح، وانا ميت اشوف الجوال. ولما دخل يتوضى الظهر اخذته بسرعة، لقيت مكالمة مع شخص اسمه ابو عمر مدتها 3 دقائق، واخذت الرقم بحثت عنه، طلع اخو هدى. وطول اليوم في البيت ما طلع، وتهاني اتصلت عليه مرتين ما رد عليها. وقبل المغرب قلت انا بكلم خالتي اشوف وش علومه، واتصلت وسلمت وسولفت معه وسألتها عن تهاني. قالت طلعت هذيك البنت يتيمة وتبغى يدور لها وظيفة، وبنتي مهبولة شبت في الأرض، والله بغى يطلقها وخلاها تحلف إنها ما تمسك جوال ولا تبحث وراه. والحمد لله تصالح وأمورهم زينة. قلت زينة الحمد لله، وأشوفه يراسل وهو معصب، وأنا مو تعرف يراسل مين. وانتظرت إلين نام وخذت جواله، لقيته كان يراسل تهاني وتقول لي انت ليش تكلم اخو هدى وتقول هونت، والله يرزق اختك. يقول لها صحيت من غفلتي، كنتي بتضيعيني وتشتتين اسرتي علشان كرهك لنوف. قالت لا يا حبيبي انا ما اكره نوف، وانا همي انت وسعادتك. قال همك سعادتي تورطيني بوحده مثل هذه، الله يستر عليها. معليش يا تهاني ركزي على بيتك وزوجك وابعد عني، انا ما ادري كيف طاوعتك. قالت خلاص براحتك. وانا رجعت الجوال مكانه وصليت ركعتين شكر لله اللي حفظ لي اسرتي ورد لي زوجي، وما بينت له اني عرفت العريس مين. وبالنسبة لتهاني ما غيرت معاملتي معاها، لكن صرت حذرة منها. اما هدى سويت لها حظر، وهي ما لها وجه تحاول تكلم او ترسل ابدا. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة.